السلام عليكم، اهلا بيكم النهارده حلقه جديده من لقمه هنيه. يوم الاربعاء، يوم الاربعاء كالعاده عارفين يوم اكل اطفالنا واولادنا، بنحاول نعمل اكلات تكون خفيفه وبسيطه، والصغير قبل الكبير ياكل ويتبسط، وكمان الكبير اكيد لما يلاقي الاكل الحلو ده اكيد مش هيقول لا. ايه بقى الاكل الحلو اللي ممكن الكبير يخش على الصغير فيه؟ اي اكل طبعا لما يكون كويس ولطيف في البيت بالاخص، ولو معمول سبيشال كده للاولاد اكيد بيبقى ليه ميزه، واكيد كمان بيبقى ليه طعم كويس وبنظافه، وهو ده المطلوب. عندي اربع اطباق اسهل من بعض، مختلفين عن بعض بشكل بسيط جدا بكل الحاجات اللي اولادنا بيحبوها، وهو ده المطلوب. رقم واحد، عندي 2 عدد من صدور الفراخ. هنبدا الصدور دي نفتحها ونتبلها ونحشيها ونسلقها ونعملها تشيكن رول بس بالحشو بتاعها الخضار مع الجبنه. هنشوف بتعمل ازاي، وبعد كده نطلعها بقى كمان نبردها شويه وندخلها في مرحله البانيه واحده واحده. جايب عندي كمان صدور، انا الصدور خلاص جايب عندي وراك الفراخ. هنفرمها ونعملها كفته. كفته فراخ مشويه جوه الفرن عادي جدا او على السيخ حسب اللي موجود، وهنطلعها كمان مع طبق باستا حسب نوع الصوص، او ممكن من غير نوع صوص خالص تمشي لوحدها. الطبق الثالث هيكون معايا سلطه كولد كاتس، او اللي هي اللانشون، او انواع الجبن والتركي اللي بنحبها، مع تركيبه حلوه جدا من الخضروات، ونحط لها كمان اللي هو الذره او الشيبس الذره بشكل بسيط كده بطعم يكون خفيف. الطبق الرابع هو الطبق الاخير، طبق حلو، وانتوا عارفيني لما اعمل طبق حلو يعني يبقى في حاجه هتحصل يعني، وانا ماليش في الحلو وانتوا عارفيني، ولكن اطفالنا بنحاول نعمل حاجات تكون معقوله وتكون تمشي كمان مع ست البيت او مع الام طبعا في المعقول او اللي موجود في البيت من غير معايير ولا مقادير. انا اجيب عندي حبه بسكويت مع منجايه موجوده بواقي الصيف طبعا، اكيد المانجا راحت ولكن لسه في مانجا في السوق، بس في مانجا حلوه كده موجوده قدام حضراتكم مع البسكويت، وهعمل كمان عليهم ايس كريم وكريمه لباني، ونقلبهم مع بعض حبه فروت سلطات وندخلهم في الفريزر، ويطلعوا كاسات كده لطيفه يتاكلوا بالهنا والشفا. على ما اعتقد الامور بسيطه جدا، تعالوا نطلع فاصل ثم نواصل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب قبل الفاصل كنا بنتكلم النهارده مع حضراتكم على اكلات تكون خفيفه كده ولطيفه لاولادنا، بنحاول نعملهم كل اسبوع يوم مخصوص لاطفالنا، نعملهم اكلات تكون برضو لطيفه، منها حاجتين نفس الجمله بقولها، عايز حاجه من ابنك او تطلب منه طلب لازم تراضيه، واقل مقدار هتخرجه وتجيب له اكل هو بيحبه وتعمل له في البيت حاجه حلوه، الامور برضو يكون فيها اخذ وعطاء، ما يبقاش كله اخذ اكيد يعني هيبقى فيه يعني طعم تاني او في ريحه تانيه كده من فكره التعامل بالشكل ده. هعمل 3-4 اطباق اسهل من بعض، تعالوا نخش مع حضراتكم باول طبق. هو انا جايب يعني صدرين فراخ، هنبدا نعملهم محشيين بالخضار، والخضار اللي عندنا طبعا حسب اي كان الخضار طبعا الفوائد الصحيه، اتمنى زمايلي سامعيني اهو في الكنترول لو تكرمتم نزلوا الفوائد بتاعه الاكل ده كله على الشاشه وثبتوها شويه. طيب جايب عندي زي ما حضراتكم شايفين صدرين فراخ، هنفتحهم ونتبلهم ونبهرهم بطريقه كويسه جدا، وبعد كده نبدا نشتغل بفكره الحشو. الحشو بتاعي جايب عندي كوسه او عندي الخضروات اللي بنحبها، تعال نحضرها كده واحده واحده. شايفين بيه ادي الخضار، حبه مشروم على حبه جزر على حبه كوسه، ماشي الكلام. يلا كده هم دول ماشي الكلام، وتعالى كمان نبهرهم من الاول، هننزلهم ني في ني، مش هزود لهم فكره. ادي كده حبه المشروم، مش هدخلهم نار يعني، وادي الجزرايه وادي الكوسايه، حلو الكلام، وهنبهرهم بسيط جدا، وبعد كده هديهم كمان جبنه عشان يبقى ليها طعم مختلف. ادي الجبنه في النص كده، بص ادي جبنه شفيق، ده جبنه الحشو بتاعه الفراخ، ولو حابب شيدر انا ما عنديش مانع برده موجوده، ده موجود وده موجود، شيدر كامله كده، وممكن لو حبيت احط زيتون ماشي الكلام، ما حبيتش ممكن اطعمها بحاجه تانية زي سنه ريحان كده، وممكن كمان حبه بقدونس. ده حشو لطيف جدا عملت الاول عشان بس ما زفرش ايدي، وبعد كده هبدا اعمل كده تاني. ده الشكل ده كده. هنبدا نعمل ايه بقى؟ هنجيب الفراخ ونبدا نشتغل بيها واحده واحده. ادي الفرخه كامله، تعالى كده عم شفيق عشان نشوف الفرخه دي هنعمل فيها ايه. الفرخه الكامله دي او صدر الفرخه كامل، عشان افتحه واخليه بشكل كتاب او بشكل يكون محشي لازم يكون فيها سنه كده الواحد ياخد باله شويه بتعمل ازاي. هعمل كده من الفرخه بسم الله كده ماشي يا عم شفيق كده، شايفها اهو، نمشي واحده واحده ورا ظهر
الفرخه او صدر الفرخه بالشكل ده كده. تمام جدا. تعال نعمل الثانيه. ممكن عايز اعملها من العكس، شمال من يمين حسب اللي عندي. بالشكل ده كده اهو، من هنا كده بص ماشي ازاي. كده اهو، وبنمشي واحده واحده عشان نفتح شويه لصدر الفرخه لحد اوله لحد اخره، او بالراحه عشان برضو يبقى الامور معانا بسيطه جدا. دي تمشي طبعا معايا لو انا عايز اعملها فراخ بانيه زي الفل. انا كده بديها الدبه دي كده عشان بس تتبطط شويه وتبقى في الوسط. هبهرها بسنه ملح بسيطه، حاجه تبقى واخده نفس كويس. حبه بهارات مشكلين عادي جدا، ليهم علاقه بالطيور برضه عشان النفس يكون كويس. وتمام التمام. باجي بقى عند الخلطه، بعمل كده في النص خلطه المشروم مع الخضروات والجبنه. جميل. وبجيب عندي الحشو وحشي بالشكل ده كده، واروح قافل كده وكمان واحده كده كده اهو، ماشي الكلام. والتانية نفس الكلام اهو، ركز معانا مش هجيب بعد اذنك اهو كده اهو، مملاش كتير عشان ما اطلعش بره. وبلفها تشيكن رول بالشكل ده كده، شايفه شفيق؟ جميل جدا، عشان لما بعد كده لما اسلقها وابدا اشتغل بيها تبقى ملفوفه تشيكن رول او فراخ ملفوفه. هعمل ايه تاني؟ بجيب عندي ورق الومنيوم كده اهو، اول واحده اعملها بشكل بسيط، اكون حريص شويه وانا برفع الفراخ كده اهو. ببدا الفها واحده واحده، بكمرها كويس جدا اهو كده، وابدا الف كده الف، وفي الاخر بعملها زي البونبوني برمى كده، والناحيه الثانيه نفس الكلام، وراح قافل كده. خدت من حضرتك تاني، نجيب ورق الالومنيوم واجيب عندي صدر الفرخة المحشي، وراح حاطه في النص كده من غير اي حاجه، وراح بارم كده وكامر كده وماشي بلف كده اهو كده كده. وبعد كده اروح عامل اخر قفله من هنا كده، واروح عامل كده، واروح عامل كده كده. على ما اعتقد الامور واضحه جدا، شكلها ملفوفه مقفوله كويس جدا، مفيش اي مشكله خالص. بجيب عندي حله بتغلي فيها حبه ميه، واديها حبه بهارات، او اديها حبه كرفس على جزر على بوكي جرني كده، يديه نفس ما بقاش بس ميه فقط، لغير عايز كمان اسلق الفراخ. يعني انا بسلق الفراخ من حتتين، الحته الاولى ان اسوي الفراخ طبعا، الحاجه الثانيه لازم اكون مديها ريحه تكون كويسه. بعمل كده بالفراخ واسيبها شويه تحت واغطي عليها، وكمان خمسه بقلبها بحيث الحاجه تبقى برده منها فيها كده واخده تسويتها ومتظبطه الامور بشكل يكون هادي. بعد كده بقى اول ما تخلص من فكره السلق بتاعها بدخلها عندي في مرحله التبريد، افكها شويه تاخد وقتها في التبريد، وبعد كده بحطها عندي في الثلاجه تتشمع، وبعد كده ببدا اشتغل بيها على فكره البانيه واحده واحده، وكل حاجه هتيجي في وقتها مع حضراتكم. ده اول طبق اشتغلت فيه بشكل بسيط جدا. الطبق الثاني بحضر عندي المفروم، هعمل كفته، وبدل ما هعمل كفته يبقى انا لازم اتبلها كويس او افرمها كويس. الكفته ممكن اعملها من اي نوع من انواع الفراخ، يعني لو كان صدور او وراك حسب اللي موجود ما عنديش مانع، ولكن الافضل ما اعملهاش من الصدور بس لو هعملها كفته. يعني ايه؟ وضح لي. يعني لو انا هعمل كفته النهارده عايز احطها على السيخ، او عايز احطها جوه الشوايه، عايز تبقى ماسكه، فالماسكه دي لازم تكون ملبسه. حتى في اللحمه هنلاقيها، بس برضو لو عملناها لحمه صافي لازم تكون ملبسه. ملبسه دي بايه؟ لو في الضاني بيديها حته ليه، لو في الكندوز بنديها حته ملبسه من العرق، الحته الفلانيه او الموزه مش عارف ايه، حته خشنه من الفخذ تديني ربط لفكره اللحمه بتاعتي. فانا هعمل الكفته دي كلها من زي ما قلت لحضراتكم من الصدور والوراك. بص كده يا شفيق، الجزئين اهو هنضربهم مع بعض في الكبه او في المفرمه او في الخلاط حسب اللي عندكم في البيت، وهنشتغل بيهم بشكل بسيط جدا ككفته، ونحشيها ونشوف نحشيها جبنه او نخليها زي ما هي حسب اللي موجود عندي في البيت. هجيب عندي كده بشكل بسيط جدا الكبه او المفرمه، وهبدا هفرم الاول الفراخ لوحدها. بسم الله اهو، اثنين عدد صدور فراخ، ادي واحد اثنين، وزيهم نفس الموضوع من الوراك. الاول بنزل بيهم كده مع سنه ملح، مع سن البابريكا الفلفل الارناؤوطي المحمر دوت، ومع حبه بهارات للطيور، وسن برده بهارات ثانيه فيها فلفل اسود شويه يكون في نفس كده حلو. بجيب الكبه وافرم. بسم الله
كده انا فرمت زعركم شايفين نص فرمه، هتعمل ايه بنص الفرمه الثانيه؟ ولا حاجه، انا هبدا اجيب عندي بصلايه، اجيب عندي فكره فص ثوم، حاجه تطعم الامور شويه. انا بعمل كفته يبقى اعمل كفته تكون كويسه، البصلايه وفص ثوم، وعندي كمان فلفل رومي احمر مش حار طبعا، وحبه بقدونس. بحط عندي الفلفل الرومي بالشكل ده كده يتفرم في النص، فلفل رومي احمر وبصلايه تمام، وفص ثوم يكون كده في طعم كويس اهي، وكمان البقدونس. كل الالوان الحلوه دي كلها على ما اعتقد مش بس لون هيبقى طعم الكفته. كنت ممكن احط كله مع بعضه من الاول، ولكن انا فضلت نفر من الاول الفراخ فتاخد راحتها في المكنه وتبقى كويسه، وبعد كده هبدا احط عليها كل حاجه انا عايزها، فلفل اسود زياده، وبعد كده نكمل فرم. معلش الصوت عالي انا عارف، ولكن يعني انتوا عارفين كبه ومفرمه وبتاع لازم الحاجه تكون شويه كده. طيب اول كلام عندي برفع السكينه عشان ما تعورنيش وانا بطلع العجينه او المفروم اللي بفرمه. طبعا انا واخدها وشين، الوش الاول لوحدها والوش الثاني مع بقيه الخضروات عشان تبقى معايا مفرومه بالشكل ده. ادي الفراخ المفرومه كفته معموله بطريقه حلوه جدا في قلب البيت طبعا. الفلفل الرومي ده اختراع فيها، نفس ثاني خالص، مع فص الثوم مع البصلايه. عايز ازود اي حاجه من دول ماشي، انا عملتها بس كده قدام حضراتكم زي ما انتم شايفين بشكل بسيط جدا ما فيهاش اي حاجه. بقت كفته، بصوا شايفين كده. طبعا اي كفته في الدنيا نيجي نشتغل بيها دلوقتي غلط، بعد ما تطلع من الكبه او من المفرمه الصح والمظبوط بتسيبها شويه، بص كده تحس ان هي بالعربي مسخسخه شويه على نفسها زي ما بيقولوا يعني بالبلدي. انا بس بقولها ليه كده؟ عشان خاطر الكفته لازم تاخد وقتها في فرمها، وبعد كده بتخش على التلاجة تتشمع شوية، وبعد كده تطلع تبدأ تحطها على سيخ، تحطها في الفرن، أيا كان الموضوع. تعالى ندخلها التلاجة ونسيبها شوية تاخد وقتها وتمام التمام. كده وزي الفل. عايز أقول لكم يا شباب بتوع المطبخ سايبين لي الأيس كريم في التلاجة على ما أعتقد ما هيسيح، إحنا قلنا نحطه في الفريزر. فأفضل فكرونا في الفصل اللي جاي تدخلوه في الفريزر اللي وراني. نعم يا شفيق مش سامعك. يلا حاضر، عينيا الاثنين. يا مدام مها صباح الورد. صباح النور يا شيخ، يا رب يكرمك تساعدني والنبي يا رب يخليك. انا تعبانه. واحده 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 واحده. انا مش هقول لحضرتك انا مش عايزه منك حاجه، بس انا كان في محامي باع لي حته ارض ونصب عليا فيها. طب صلي على النبي. وقعد يبعت لي فلوس 1000 2000، ودلوقتي بقى عنده مبلغ مش عايز يدهوني وغلبني، ورحت لكابتن المحامين ما عملولوش حاجه. طيب خد رقم تليفونه يا شفيق، مشكورك جدا يا حاج تحت امرك. خد رقم تليفونه يا محمد وشوف عايز ايه، عشان انا مش فاهم حاجه وعايز اخليك تهدي شويه، مش عايز تعيطي على الهوا، عشان يعني انا بيصعب عليا امهاتنا لما بتزعل على الهوا. فبعد اذنكم يا جماعه شوفوا الحاجه عايزه ايه وتابعه لايه وتحت امر. انا والله صدقيني ما سمعتكيش بتقولي ايه ان حضرتك دخلت مره واحده، فانا بعتذر لك. فزمايلي مع حضرتك في الكنترول بس عشان يعني ناخد الامور ابسط من كده. بشكرك جدا. طيب هنا انا خلاص عملت اول حاجه وفرمت الفراخ ودخلتها جوه الفرن اللي عفر الثلاجه. شوف انا بزعل والله، يعني انا بزعل ببقى مش عارف انا بقول ايه. دخلت التلاجة تشمع شوية وتمام التمام. بالنسبة لفكرة اللهم صل على سيدنا محمد، الفراخ شغالة بتتسلق زي ما حضراتكم شايفين، ما فيهاش أي حاجة خالص، ونخليها تاخد وقتها، ما تاخدش مني وقت زي ما قلنا من شوية، نديها تقليبة كده على كمان 5 دقايق من وجودها على النار. قلب الفراخ عشان برضو ريحة الكرفس والبصل بتطلع قدامي دلوقتي، بحس بجد ان احنا بنعمل حاجه تكون ليها طعم كويس من البدايه. لما تبقى حاسس ان في نهايه الطبخه معموله بتبقى ده من الاساسيات الاولانيه من اول حاجه. عرفت فيها يا محمد؟ تمام ماشي. والنبي شوفوها، عايز النبي عشان شكلها زعلان قوي الله يكون في عونها. طيب خليني بقى اعمل طبق حلو ومختلف جديد للحلو، بس هو بياخد وقت شويه عشان كده هعمل فيه دلوقتي. انا دخلت بالاساسيات عندي، الكفته خلصتها وكمان الفراخ شغال فيها،
هعمل دلوقتي طبق حلو جدا بياخد وقت شويه بس بيبقى ليه طعم على مزاج قوي. خلينا نخش فيه على طول، نشيل حاجه الطبخ بقى دلوقتي مبدئيا يعني، ونعمل ايه الحاجه الحلوه. الحاجه الحلوه اللي نعملها النهارده لاولادنا، جايب عندي بسكويت كلنا عارفينه، في منه نوعين، في منه اللي هو الفاتح اللي هو دوت، وفي منه الغامق اللي هو بالشوكولاته. هبدا اعمل له خلطه حلوه جدا جديده مختلفه شويه، هنجربها مع حضراتكم ونشوف اخبارها ايه. البسكويت ده اطفال بيحبوه جدا، وكله بيعشق البسكويت المحشي بالكريمه. طيب عايزين نجرب نعمل فيه حاجه جديده مختلفه في البيت بشكل بسيط جدا، هنشوف الموضوع ماشي ازاي. رقم واحد، انا عندي جايب علبتين بسكويت، وهجيب عندي كاسرول دلوقتي ونبدا نشتغل في كمان الكريمه اللي في البسكويت، هنطلعها وهنشتغل بيها ونعمل لها كريمه اكبر، هنشوف الموضوع ماشي ازاي. ادي عندي كده النار شغاله، كسرول صغيره جدا، هجيب عندي البسكويت. بص كده يا شفيق، كل عارفين البسكويت ده مدور فتح كده وجواه ايه؟ كريمه، صح كده؟ تمام جدا. ونجيب مثلا سكينه مثلا بسيطه كده، بص كده يا شفيق شايف انا بتكلم في ايه؟ بص تمام؟ حلو جدا، ادي البسكويت الفاضي اهي اللي في الكريمه، بص كده تمام؟ ادي البسكويت الفاضي، سيبه هنا على جنب وناخد الكريمه دي نحطها فين؟ في قلب البول لوحدها. ماشي الكلام؟ لحد كده احنا فاهمين بنعمل ايه؟ ماشي الكلام؟ ده الكريمه وده البسكويت، هنجيب بوله فاضيه حلو الكلام، نحط فيها البسكويت ده كده اهو ونكسره اي تكسيره. ممكن نفرمه في الكبه على ايدينا حسب اللي موجود، كل واحد فينا حسب مزاجه. خلينا نفرمه في فرمه انا عايزه مجروش اكتر، الهاند بلندر هيكون افيد في القصه دي. لحظه واحده كده، واحد نضيف تاني خالص، هنعمل كده نعمل كده. مين يا شفيق؟ لا انا مش سامعك. تمام كده اهو، ماشي كده اتضرب كويس جدا، بقى عامل زي البقسماط. هو ده المطلوب، ان هو يكون مجروش قوي وتمام. بتقول لي بقى مش سامعك. تمام، هجيب عندي اول الكلام هنا في الطاسه دي سخنت شويه، هحط لها عندي رقم واحد زبده، مكعبين زبده، حلو الكلام كده. الزبده هي اول ما بتبدا تسيح ما بستناش تتحرق، انا مسخن الطاسه عشان كده كده. وراح جايب عندي حبه كريمه لباني، تمام جدا، واجيب عندي المضرب وابدا اقلب الزبده بالكريمه اللبانيه كده اهو. شايف انا بعمل ايه؟ طبعا هو بيبقى بقى دافي شويه، وبعد كده هنبدا نبرده وهندخله في الاخر. انا بس بتقلي الكريمه اللبانيه، شايفها؟ خدت بال حضرتك؟ وارفعها من على النار، نعم. وابدا انزل بكل الخليط ده اللي انا اخدته من قلب البسكويت وبقلبه. بص بدا يمسك ازاي يا شفيق، شايف؟ تحس ان ده صوص، احنا لسه عاملينه واحنا عملناه صوص ولا حاجه. انا خدت طعم الحشو بالكريمه اللي موجوده جوه الحشو مع سنه زبده تخليها ناعمه شويه قوي، وحبه كريمه لباني اهو. ده حشو شايف عامل ازاي يا شفيق؟ ما فيهوش اي حاجه، ممكن احط له عسل، ممكن احط له سكر زياده، بس انا كده كده يعني مطعم الامور بحشو البسكويت اللي موجود كده كده اهو. شايف انا بتكلم في ايه؟ اهو خد مننا وقت نص كوبايه كريمه لباني مع الحشو، سنه زبده عملوا معايا القوام اللطيف ده اهو. ده حشو حلو جدا، ممكن اعليه كمان بسنه كريمه او سنه لبن ثانيه اخففه سنه كمان، بس ما ازودش اكتر من كده. جميل، ده اختراع النهارده بسيط جدا، ادي حته كريمه كمان يلا بالمره، ودي هنستخدمها برده احيانا مع حضراتكم وهنضربها او هنخليها مخفوقه. ده الحشو، نوسع شويه بقى البولات الكتير دي عشان انا عايز اعمل لكم حاجه حلوه جدا كده.
هجيب بوله فاضيه. حلو الكلام. وهبدا احط عندي حبه بسكويت من المفروم ده. حلو الكلام كده. ونسويها تمام. حلو كده يا استاذنا، واضح معاك كل حاجه. وده الحشو اللي احنا عملناه. تمام. ونجيب بقيه البسكويت على الوش، نغطيها تاني. جميل جدا، جميل جدا. بس الحبه دول، ايوه، نغطي الكلام ده. لو احنا خدنا بالنا، لو احنا خدنا بالنا من تحت ومن فوق، حشينا زي ما كنا واخدين البسكوته الصغيره، بقت بس بسكويته كبيره. هنرجع كده نسيبها شويه على جنب، نجيب الكريمه اللباني تاني. حلو الكلام ده. ونجيب المضرب ونضرب الكريمه اللباني دي، نخفقها شويه، نخليها كريمه مخفوقه مع ايس كريم كمان. اهو سيبها كده خمسة. هجيب بس ايس كريم. وماله ام محمد؟ صباح الورد. بركاته. يا علاء، اهلا بيك يا ماما. ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا علاء. ده كله يا علاء. ده كله ايه يعني؟ مستنزله ده كله. انا اسف والله العظيم. لا والله معلش، على راسي يا مامي والله. انا اسف بس كنت بنضرب في الكريمه ووقفت عشان خاطر عيونك. تحت امرك يا ماما. الله يخليك يا حبيبي. وريني امر. ما يمرش عليك ظالم. بقول لحضرتك انا فضل. مجمعه حاجات للناس اللي هي متضرره في السيول دي. الله يبارك لك. انا مش عارفه اوصل لمين بصراحه. طيب انا من المحله مش من القاهره. اجدع ناس بتوع المحله دول حبايبي والله. الله يخليك. ناس محترمين بتوع المحله كلهم. انا منك عشان قلت لك هات رقم تليفونك. وما خدتوش. معلش عندنا دي سامحيني. معلش ما كانش ينفع حضرتك على الهواء برضه يا ماما. معلش انا اسف. ومع ان هو موجود مع كل الناس، ولكن زمايلي مع حضرتك في الكنترول هياخدوا رقم تليفونك وتحت امرك في اي وقت. وزمايلي كمان هي 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 يعني هيقولوا لك هنعمل ايه في موضوع الحاجات اللي مع حضرتك لتوزيعها للناس اللي في راس غالب. بشكرك جدا يا ماما، شكرا جزيلا. انا كده ضربت الايس كريم مع الكريمه بشكل بسيط جدا. فاضل عليهم بس التفريز. لازم الحاجه دي كلها تتفرزن وتبقى تمام التمام. هنا بص يا شبيه كده، لما سيبنا دي شويه بص اللي حصل ايه، بدات تمسك. حلو الكلام. طيب انا عندي فاكهه، عايز احط فاكهه. انا كده خلاص الفاكهه دي خلصانه، هنصفيها حالا مع حضراتكم. عايز احط الفاكهه بالنص هنا لو حبيت، واحط عليها الكريمه. انا ما عنديش مانع. عايز العكس برده ما عنديش مانع. انا ممكن اعمل حاجه حلوه جدا. خليها كده وخلي الفاكهه في الاخر عشان بس مش كله يحب الفاكهه. ونحط الرق ده كده كمان على الوش. ده رق الايس كريم. ده الزياده بقى عن اللي احنا عملناه. بس ليه بقى بالراحه؟ بس عشان خاطر
الامور تحت ما تبقاش بطلع البسكوت على وشي، مش عايز كده. دي هتخش الفريزر تاخد وقتها وتتجمد كويس قوي، بعدها بس على النار، وبعد كده هنشوف هتبقى عامله ازاي بعد ما نخلص. طيب تعال نطلع الفراخ بالمره اللي احنا خلصناها عشان نسيبها شويه تبرد ونشوف شكلها برضو عامل ازاي بعد ما اتسلقت وبقت شكلها مختلف جدا عن الاول. بص المرقه حتى كمان يا شفيق بقت لطيفه، مفيش اي مشاكل خالص في الموضوع كده. هوريك الفراخ حالا. بص بقى الفراخ المفروض ما نعملهاش كده دلوقتي، المفروض ان هي تقعد شويه تبرد، ولكن احب برضو نشوف ايه الموضوع وصلنا لحد فين. طبعا لازما تاخد، اتفضل يا فندم، ادي الفراخ، ادي الفراخ المحشيه ومستويه مسلوقه زي ما حضراتكم شايفين، تبرد شويه تحط في الفريزر، بعد كده تطلع تحط في تتبيله البانيه كلها من الدقيق مع بيض اللبن مع البقسماط وتخش الفرن تتحمر. تعالى اطلع فاصل نروق المكان ثم نواصل، اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب احنا قبل الفاصل كنا احنا عاملين طبقين، الطبق الاول دخلناه في الثلاجه اللي هو الفراخ تتشد وتتشمع شويه، هنطلعها دلوقتي كمان يعني واحنا بحركه دلوقتي حالا ونبدا نشتغل بيها عشان نبدا ندخلها الثلاجه ثاني ونحمرها. هنشوف برده الامور واحده واحده. فكرت اطلع لها حبه مكرونه مع الكفته، الكفته بعد ما اتضربت دخلت على الفرن او بعد ما طلعت من الثلاجه شويه دخلت على الفرن تتشمع شويه وتبقى الامور اوضح بكتير. تعالوا بعد نخش نعمل طبق السلطه ونسيبه على جنب عشان نخش في اللي بعده في التحمير على طول. طيب بالنسبه للحاجه كانت بتتكلم معانا دلوقتي اللي كانت منهاره وزعلانه، انا فهمت من حضرتك الموضوع. انا يعني انا المحاميين ماليش معاهم دخل قوي للامانه، المحامي اللي هو نصب على حضرتك او حضرتك بعت له الارض بالغلط او هو نصب عليك بالارض، انا مش عارف اعمل ايه. يعني انا مش عارف يعني عارف لو المشكله مثلا عند حد اعرف اوصل له، انا عينيا ليكي ولكن انا مش عارف اقول لك ايه. ولكن خلينا نسمع ونشوف يمكن حد يقدر يساعد حضرتك في موضوع ارض وحضرتك اشتريتيها او بعتيها او حرامي خدها منك او حاجه، ما اعرفش ايه الموضوع بالظبط تفاصيله، لكن ده زمايلي قالوا لي في الفاصل دي الامور كذا كذا كذا. فربنا يهدي كل من كان. انا مش فاهم يعني الناس بتعمل كده في الناس ليه، ما انت حته الارض دي اللي حيلتك اكيد، ما انتش بتجري في اراضي ويكون انه يضحك عليكي فيها، ده ربنا مش هيسيبه ابدا. طيب عندي الكولد كاتس او ايه بالعربي الكولد كاتس اللي هي اللانشوهات اللي الاطفال بيحبوها، الرزبيف التركي جبنه الحاجات دي كلها، انا اقطعها اي تقطيعه بنحبها ونعمل لها حبه خضروات حلوه، نعمل لها حبه صوص لطيف، مش حاجه كتيره ولا قليله. ادي بوله فاضيه وادي حبه الرزبيف او اللانشونز اللي بيحبوه اطفالنا، ونقطعهم كده مثلا اي تقطيعه جوليان مثلا كده جميل، وهنتبلهم ب تتبيله. انا عملت قبل كده تتبيله دي بصراحه بس مش هكررها تاني بالمايونيز، يعني انا هعملها المره دي خف كتير جدا من فكره ان يكون فيها مايونيز والتركيبه دي، هعملها بشكل بسيط جدا، بقطعهم كده بمكسهم في الاخر مع بعض مع الخضروات. الخضروات اللي عندي خس وكل الفلفل الالوان والحاجات دي كلها ليها طعم كويس قوي لما بتتخلط مع كل الكولد كاتس ده كده اهو، جميل جدا كده. وهنيجي بعد ما قطعناهم، بص شايف عاملين ازاي يا شفيق، ما فيهمش اي حاجه خالص. تعالى مره نجيب الجبنه دي عليهم، نعم ادي الجبنه دي برده كده، اقطعها برده اي تقطيعه كده اهو جميل. وهنبدا نجيب بشكل بسيط كده ريحان بزيت زيتون، ده يا صديقي بصراحه في كل الاكلات بينفع، معلقه ريحان مع حبه زيت زيتون مش كتير عشان ما يبقاش الموضوع اوفر ولا في روائح مختلفه. الناحيه دي انا بحاطط كيس مكرونه بيتسلق مع نفسه زي ما حضراتكم شايفين اهو، احطه تحت الكفته لما نطلع ان شاء الله وترمي التمام. انا عايز معلقه نقلب بيها الريحان مع اللانشوهات كده اهو، طبق سلطه بسيط جدا. هنجيب عندنا حبه خس في ارضيه الطبق كده اهو، ماشي يا عم شفيق، ونجيب حبه كولد كاتس بالشكل ده كده اهوت، ونحط عليهم حبه خس كمان
ماشي الكلام، ونبدا نجيب بقيه الخضره. عندي طماطم تشيري تنزل كده تروح متوزعه لوحدها مش محتاج ان انا ارصها، وعندي حبه مشروم احطهم هنا كده على جنب. حلو الكلام، وهزود عليهم حبه منشوهات. بعمل السلطه بطريقتي او بالطريقه اللي بنحبها في البيت حسب كل واحد. عندي فلفل الوان ياخد حبه كده او فلفل اصفر كده اهو، وبحط عليهم برده نفس التركيبه من المنشوهات اللي متبله مع الجبنه على ما اعتقد. طبق بسيط جدا، والحبه دول كمان مش هيخسروني لما احطهم على هنا على هنا. هنيجي بقى كمان الحاجه اللي اطفالنا بيعشقوها في الطبق ده اكتر حاجه، هو الشيبس الذره اهو. ونبدا نعمل كده شيبس الذره اللي هو المكسيكي ده. جميل جميل جدا، ما نزودش اكتر من كده، ويطلع على طول طبق السلطه على السريع اول طبق لحضراتكم. نجلاء صباح الورد والياسمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك. ازيك يا ماما عامله ايه؟ ربنا ما يحرمناش من حضرتك. ربنا يخليك لينا يا ماما ويديك الصحه. اهلا بيكي. ربنا يخليك. يا اهلا وسهلا. انا يا ابني على المنتجات اللي هي الجديده دي، وانا عندي القلب والله ضغط عليها ما لقيتهاش. انهي منتجات يا ماما؟ معلش انا اسف. اللي هي موجودة الجديدة لحضرتك، الشيبس والشامبوكس والحاجات الجديدة دي، ضغط عليها ما لقيتهاش. أني معلش أنا آسف برضو، أني سامبوكسة؟ اللي حضرتك كنت بتعملها الجديدة دي اللي أنت كذا مرة عملتها دي. السامبوسة؟ اه تمام، يعني أنت عايز تشتري سامبوسة؟ لا، والحاجات اللي هي الجديدة، المنتجات الجديدة بيقولوا في سلسلة مش عارفة سوبر ماركت كبير برضو ما لقيتهاش. طب معلش واحدة واحدة عليا، قصدك المنتجات اللي قدامي ولا كنت بشتغل بيها قبل كده ولا أي منتجات؟ اه قصاد حضرتك واللي أنت كنت برضه بتشتغل بيها. طيب ماشي، واحدة واحدة عليك، أنا عايز أريحك والله لحد الآخر. بصي قصدك مثلا على البطاطس دي مثلا؟ اه والمكعبات المرقة دي بتاعت كنور والصلصة؟ اه. طب ما هو موجود في أي سوبر ماركت ما بتلاقيهمش؟ اه والله ضغط عليهم، حتى ضغط عليهم في المهندسين والحتة دي ما لقيتهاش. بجد والله فرم فريتس وكنور مش لاقيهم؟ لا والله ما لاقيهم. لا يعني طب انا ابعت لك لحد باب البيت، والله انا عندي على فكره كتير بامانه الله عندي. ابعت لك. انت ساكنه فين يا حاجه؟ ربنا يخليك. ساكنه فين بس قولي لي. ربنا يخليك يا شيخ علاء، بس انا كنت عايز اعرف بس فين بيتباعوا فين. لا والله بصي في المهندسين في اي سوبر ماركت صدقيني، بس يكون سوبر ماركت كبير. حتى ده اكتر حاجات كنور في البقالين اكتر من السوبر ماركت، يعني موجوده في كل حته. والسوبر ماركت الكبير هتلاقي فيه فريزرات، الفريزر اللي جنب منه اللي فيه البزيلا، وهتلاقي فيه الباميه والحاجات المجمده، هتلاقي جنب منها فارم فريتس ليها تلاقيها كبيره جدا موجود فيها حاجات. ما تقلقيش موجوده. ما انا رحت المهندسين والله كله ما لقيتش. طب انت ساكنه فين او انت من منطقه ايه؟ انا بصراحه من الهرم. من الهرم، اجدع ناس وحبايبنا بتوع الهرم. ربنا. طب لو انت كعبلتي ناحيه اكتوبر و6 اكتوبر، بتنزلي اكتوبر الحتت دي؟ ممكن يا ابني. اي هايبر ماركت، اي سوبر ماركت كبير هتلاقي فيه جوه كل الحاجات انت عايزاها كلها، وحتى كمان كنور بالاخص للامانه انا بشوفها منتشره في كل البقالين، وحاجه فارم فريتس موجوده نفس الكلام في كل الفريزرات. فلو ما لقيتيش ابعتي لي عنوانك وانا ابعته لك لحد باب البيت. ربنا والله ما بجاملك، ما هو عندنا خير ربنا ومنهم على فكره، انا مش شاريها للامانه، هم المعلنين بيجيبوا لنا الحاجات تعملها لكم. فاسحب لك كام كرتو كام واحده من كل حاجه وابعت لك، ما عنديش مانع. اوامرك. ربنا يخليك. تأمريني امر. ربنا يخليك. ربنا يعزك. تأمريني يا ماما. تأمريني. صباح الورد عليكي. تحت امرك. والله انا بجاملها والله، هي او حد غيرها. المنتجات دي للامانه موجوده، وكمان غير ان هي موجوده انا كمان عندي هنا موجود. انا بقول على نفسي صريح جدا، ما هو هيزعل مني يعني، حاجه كنور ولا حاجه فارم فريتس او اي منتج بيبعتوا لنا الشركه المعلنه عن المنتج. وانا كمان في عيب شويه، وده يمكن مره اقوله على الهوا، انا ما في منتج يخش لي هنا المطبخ او في المحطه واشتغل بيه غير ما اكون انا ذات نفسي ضايقه وموافق عليه، وانا شايفه في السوبر ماركت موجود للناس، يعني لما اكون اوريدي موجود متفاعل وسعره يكون لطيف. انا بحب الحاجات دي تكون شويه، بقول يا جماعه الحاجه تكون اول موجوده في السوق للامانه، عشان ما اعملش عليها اعلان او اتكلم عنها والمشاهد يروح يشتريها ما لقاهاش انا بزعل. فانا من الناس دي صريحه، مش كل حاجه كده يلا والله لا خالص. فانا بقول لك تاني مره او تالت مره، روحي دوري عليها زي ما قلت لك، لو ما لقيتهاش كلميني تاني وانا بقول لك على الهوا اهو،
لو انا ما بعتهالكيش انا اخلي الشركه تبعتها لك لحد باب البيت. دي بتاعتي بقى ما تزعليش. بشكرك جدا. طيب تعالى بقى نجيب الفراخ ونبدا نشتغل فيها الحمارها. بسم الله. بص بقى يا عم شفيق ركز معايا شويه والنبي. سيبك من الفراخ دي. يعني سيبك من ان انا هحطها دي على جنب. دي الفراخ اللي احنا سلقناها مع بعض. حلو الكلام؟ واحده واحده عليا. ادي حبه الدقيق دول حلوين اهم. ماشي الكلام؟ ونوسع شويه نفسنا كده عشان نشتغل على نظيف وعلى رواقه. حلو الكلام؟ وهنجيب مثلا يعني كده بوله فاضيه ونحط فيها حبه بيض على لبن. مثلا كده ادي اللبن مع البيض، بيضتين مع لبن اهم. ونبهرهم بحبه فلفل اسود وحبه ملح. ماشي الكلام؟ ودول خلاص خلصانين مش قصه، دول نضربهم على طول بالمضرب. ملح وفلفل اسود في بيضتين عشان خاطر الابراي بتاعنا. يا كريمه صباح الورد. صباح الفل على يعني اجدع رجاله. الله يبارك لك. مشهورين بالكرم والاخلاق والادب. الله يبارك لك، انتوا احسن. انت منين يا حاجه كريمه؟ يا يعني مش يا انا من اسكندريه. يا اجدع ناس اسكندرانيه. جنبك في يوم من الايام في المسابقه الجميله بتاعتك كالعاده. ربنا يعزك، شرف لينا. ربنا يخليك. الله يبارك لك. يوم الاطفال الجميل الحلو اللي انت دايما بتمتعنا وبتشحفنا بالحاجات الحلوه. من ذوقك يا فندم، ربنا يعزك، اهلا بيكي. كنت عايزه اقول لك برضو على البسكوت برضو التحفه، بس بقى بسكوت ساده من غير كريمه. ايوه. يبقى بسكوت بالتفاح بالجيلي. اوكي. يبقى بارد تحفه تحفه تحفه. حلو. جميل. بتجيب ثلاث بواكي جيلي وثلاث تفاحات. معلش واحده واحده عليا، ثانيه واحده. انت بتديني وصفه دلوقتي لنوع بسكويت جديد صح كده؟ طيب واحده واحده يا شباب، ورقه وقلم واكتبوا من ست كريمه. حلوه دي؟ احنا بنعمل العكس دلوقتي بقى. ضحكتك دي، انا بعمل العكس دلوقتي، هو الطبيعي بتكلمي الشيف يقول لك ورقه وقلم. وانا بعمل كده ساعات، النهارده انا مع استاذه كريمه من اسكندريه، ولا بسمع منك انا بقى، اكتب محمد يلا، اموري يا ماما اتفضلي. يلا. هنجيب ثلاث تفاحات. تمام. متقطعه سلايز رفيع. جميل. ومعلقه ونص سكر. ايوه. ومعلقتين قرفه. جميل. وثلاث بواكي جيلي او اثنين. ثلاث بواكي جيلي. جيلي نوع معين ولا فراوله مثلا ولا تفاح؟ كريز. لا اي حاجه. اي حاجه. جميل جدا. انا ساعات بعمل ميكس ما بين الفراوله والكريز. فراوله وكريز طبعا ملائمين جدا. جميل ماشي. وايه كمان؟ ومعلقه جيلاتين. جيلاتينه اللي تكون مفكوكه الاول سايحه. ايوه. تمام جدا حاضر. ومن اربع لخمس بواكي بسكوت ساده اللي هو ميري او اي نوع بسكوت اللي هو الساده ده. اللوكس بتاع زمان ده عارفاه؟ والستريتش رول دوت بقوم فرشاه طبعا في قالب، انا دايما بعمله في قالب الكيك اللي هو الباندا ده. ايوه. وبحط الستريتش وبعدين برص بقى البسكوت. ايوه. وطبعا التفاح بيتكرمل مع معلقتين السكر والقرفه على النار. طيب هوضح بس للناس يعني ايه كرمله. كرمله ان احنا بنسيب التفاح مع السكر يتسابوا لحد ما يغمقوا يبقى لون السكر البني الغامق. مظبوط يا فندم؟ ايوه. تمام. ايوه. وممكن تمام. كمان لو مش تفاح ممكن موز، ممكن خوخ، ممكن حسب اللي ده. عندنا فاهمك. تمام جميل جدا. وطبعا طبقه ايوه بسكوت وطبقه وطاقه الفاكهه المكرمله وهكذا لغايه لما نخلط الكميه. تمام. وبعد كده طبعا بنعمل الجيلي بس بنقلل كثافه الميه شويه. تمام. نزود معلقه الجيلاتين. ايوه. ونحط الكلام ده كله عليه وندخله. أيوة. بقى في الليزر او الثلاجه. جميل. وبعد كده بيتقطع بقى زي الجاتوه بالظبط. جميل جدا، انا بشكرك طبعاً جدا. انا عايزه اشكر طبعا حبيبه قلبي مدام هيام اسكندريه، لان دي بجد امي حبيبتي. مدام هيام من اسكندريه. ايوه. يا اهلا بيها. انا عندي طبعا يوسف انت عارف في موضوع السكر، فطبعا بقى الحاجات دي بنقعد نحتاج. يوسف مين؟ معلش انا اسف يا فندم. نعم. يوسف مين؟ معلش انا اسف. يوسف ابني. يوسف ابني عنده السكر، فطبعا بقى الاكل ربنا يحفظه لك يا رب. بنقعد نفتكس بقى ونخترع كده ونحاول نوفق الاكل بينه. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يحفظه لك ويديك الصحه ويخليه لك ويشفيه لك ويكرمك انت ومدام هيام من اسكندريه وكل ستات البيوت الاسكندرانيه المحترمين. انا بحب اسكندرانيه بجد، ناس محترمين جدا، فربنا يا رب يديم معروف من كلامكم الحلو ووصفاتكم الجميله كمان. طيب وانا مدام بتكلم مع كريمه هانم واحنا بنشتغل، فكان في طبقين، طبق ابيض فيه وحدتين اللي هم دول
اللي احنا لسه عاملهم حالا، والطبق الاسود اللي طلعته من الثلاجه في اربع وحايد دول اللي هم الفراخ طالعين برده وفي الزيت اهو زي ما حضراتكم شايفين. بص يا شفيق منظر التشيكن رول عامل ازاي. انا بحمر الحاجه، حاجه مستويه على فكره وداخله الثلاجه ومتشمعه كويس جدا وما فيهاش اي حاجه تانية محتاجه تسويه غير فقط لا غير. اسوي الزيت على نار هاديه، اخليه على درجه حراره لطيفه، وبعد كده بنزل عندي بالتشيكن رول او بالفراخ المحشيه بالشكل ده، تطلع معايا كريسبي وما احطش كتير في النار، يعني ما اخليهاش تقعد كتير في النار عشان خاطر هي اوريدي مستويه. انا باخد لون البقسماط الجولد ده واسيبه ينشف على منديل، وبعد كده اقطع براحتي واكل واستمتع انا واولادي من هنا والشفا. دول ممكن احمرهم دلوقتي. طيب ايه المشكله لو حمرتهم دلوقتي؟ انا هحمرهم قدامكم لسبب واحد، عايز اوريكم الفرق ما بين ان انا احط الحاجه دايركت على طول من القلايه من البقسماط للقلايه، والفرق ما بين لما احطها في الثلاجه شويه تتشمع. ايه الفرق؟ مش كتير ولكن وارد وارد ما يطلعش كريسبي 100% زي ما انا عايز او زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي. هي دي الفكره مش اكتر ولا اقل. خلينا نبص على الفرن ما تنسانيش. تمام جدا ماشي، خلينا نديها تقليبه حلوه. كفته للفرن، معلش نكون مع بعضينا لان غالبا زمايلي بينسوني دلوقتي الفتره دي مش عارف ليه. بسم الله. الله 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 الله، شايف الكلام ولا مش شايف حاجه انت؟ انا انت معايا في حته خالص. ماشي طيب، انت عايز تطلع فاصل؟ حاضر، ثانيه واحده بس نبص على دي بالمره، نبص على دي بالمره. لا تطلع حلوه. بص يا شبيه انا بتكلم في ايه، بص يا فندم البياض ده شايف انا بتكلم في ايه. ها هنسيبه شوي، هنسيبها شوي مش هنبوظها، يعني عشان خاطر اوريكم ان هي مش هتطلع زي دي اروح مبوظها. سيبها وهنعالجها بس حبيت اوضح ما بين الحاجه اللي تقعد في الثلاجه متشمعه، بص عامله ازاي، ما بين الحاجه اللي متشمعه وما بين الحاجه اللي مش متشمعه. التشميعه دي بتفيدني كتير جدا، اذا كنت بعمل مفروم، اذا كنت بعمل بانيه، اذا كنت بعمل اسكالوب بانيه، فراخ بانيه، اي حاجه اسمها بانيه، شمعها شويه وبعد كده تدخلها الثلاجه تاخد وقتها. تعال نطلع فاصل نروق المكان، نرجع هنكون خلاص ده هنغرفه حالا دلوقتي مع حضراتكم ان هو خلصان والمكرونه جاهزه مسلوقه وزي الفل. هنطلع كفته ونغرفها عليها برده نفس الكلام، والسلطه جاهزه، ونشوف الطبق الحلو اللي انا افتكسته من شويه مع حضراتكم ونطلع فاصل. اتفضل يا استاذ. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب طلعت من الفريزر، انا عايزها تشد اكتر بصراحه، لان انا مش عاملها دوبلير النهارده، هي دي اللي عملناها مع حضراتكم. خلينا نجربها في البيت ونسيبها مش اقل من ساعه ساعه ونص، تبقى الايس كريم مع البسكويت مع الكريمه تمسك، تبقى يعني احس ان هي بجد ايس كريم مزك. هي الفكره تاكلها بالمعلقه كده وهي متفرزه طالعه من الفريزر كده مع البسكويت مع الكريمه اللي حطيناها، تحس ده موضوع ثاني خالص. مع كمان حبه المانجا دول احطهم باي طريقه، افرمهم، ما احطش مانجا، انا وكيفي وبراحه حضراتكم طبعا وبهنا والشفا لكل الجميع. ولكن الفكره كلها بسيطه، الفراخ طبعا ما انساهاش، الفراخ دي اساس الحلقه يعني. طلعت زي ما حضراتكم شايفين قطعناها في زي ما قلت لحضراتكم من شويه اللي ما اتشمعتش باين عليها. بص كده يا شبيه معلش خلينا نقول التفاصيل، لاني هي شغلتنا نتكلم في التفاصيل. انا شغلانتي كده اهي، دي اللي ما اتشمعتش كويس، شايف عامله ازاي؟ اهي شايفها؟ اي نعم مستويه، واي نعم ملفوفه كويس ورايقه وكل حاجه. تعالى بقى نشوف اللي اتشمعت. بص المنظر، الصلاه على النبي، طلعتش واتقطعت ومحشيه وزي الفل، دي اللي متشمعه، والخضار جوه مستوي والفراخ باينه والدنيا لطيفه جدا ومن هنا والشفا. اي صوص بنحب نحطه معاها، انا حاطط سويت تشيري صوص اللي هو الصوص المسكر شويه اللي اطفالنا بيحبوه. كفته انا حابب مكرونه بيض، كفته مشويه مع مكرونه، حبه زيت زيتون وحبه فلفل اسود ومتشكرين. السلطه معموله بشكل بسيط جدا، وكمان عندنا حبه الايس كريم على وش البسكويت اللي احنا حاشينه من الكريمه بتاعه البسكويت اللي كانت في اول حلقه لما دخل الفريزر. طيب على ما اعتقد انا كده تمام والحلقه خلصانه ان شاء الله، يعني خلاص خلصنا الاكل، ما اطولش عليكم اكتر من كده، واشوفكم في حلقه جديده والسلام عليكم.